المظاهرة الاحتجاجية المنددة بوفاة مواطن أمريكي من أصل إفريقي بعد توقيفه بطريقة عنيفة من قبل الشرطة تمتد لتشمل مدينة لوس أنجلوس. المحتجون استنكروا طريقة معاملة المواطن جورج فلويد واصفين وفاته بالجريمة العنصرية. أمام الاحتجاجات المتواصلة بعدد من المدن الأمريكية والتي تحول بعضها إلى أعمال عنف ونهب كبيرة، تم فصل ضباط الشرطة الأربعة المتورطين في الحادث على الفور من قسم شرطة مينيابوليس. جاء ذلك في وقت دعا فيه عمدة المدينة إلى مقاضاة الضابط الذي جثم بركبته على رقبة الضحية.